صباح الخير مشاهدين الكرام. اليوم هيك بداية أسبوع مبارك، واليوم كمان بلش أكتوبر عنا. يلا بدنا نبلش اللي بعده ما تشجع حتى يكون عم يعيش حياة صحية وحياة غذائية. أنا اليوم بدي أرجع شجعه من أول وجديد. اليوم مثل العادة عنا الخبرية اللي بدي أخبرها، بدها تحكي عن الميكروويف وهل هو مهم بطبخنا أم لا. وطبعا موضوعي له علاقة بمثل ما وعدتكم هذيك الأسبوع اللي حكيت فيه عن العنب. اليوم بدي أحكي عن قشرة العنب، عن بذة العنب وعن النبيد، وهل هو في له حسنات أما سيئاته أكثر من حسناته. ولكن مثل العادة رح بلش حلقتي بإن أحكي عن أو أعطيكم ذكركم بالمسابقة، مسابقة بيري لايت. مسابقتنا كانت بلشت الأسبوع الماضي عن أي في أوميجا 3 أكثر، هل هو بذر اللقطين أو بذر دوار الشمس؟ طبعا جواب واحد هو المظبوط وعم تجاوبه من الأسبوع الماضي، واليوم آخر نهار لتجاوبوا عليه على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف أو ار دي اف رندا دنيا فهد أو أكيد بيري لايت هيلث سنتر. مشاهدينا عم ذكركم دايما إذا بتحبوا كمان تعرفوا تيبس وخبريات، كل يوم خبرية جديدة، فيكن تفوتوا على الانستغرام عندي رندا دنيا فهد. رح بلش دغري مثل ما وعدتكم بخبريتنا اللي هي العلاقة بالمايكروويف. هل نحن فينا نسخن بالمايكروويف أم لا؟ هل تسخين المايكروويف بيخلي الأكل يفقد المواد الغذائية اللي فيه؟ الحقيقة لازم تعرفوا ثلاث أشياء. أنه المواد الغذائية حتى إذا بتفقدها الأكل أم لا بتتأثر بثلاث أشياء. بتتأثر بالحرارة، فكل ما كانت الحرارة عالية رح هون تفقد المواد الغذائية الأكلة. بالوقت الطبخ، كل ما وقت الطبخ كان أعلى كمان رح تفقد المواد الغذائية بكمية المي اللي بتنحط مع الطبخة. لكن هول ثلاث أشياء نحن فينا نوفرهم بالمايكروويف. فإذا نحن عم نطبخ بالمايكروويف نحن بنحط كمية مي كتير قليلة، فهيدا شيء في حافظ على المواد الغذائية اللي هي فيه. من ناحية تانية كمان، إذا أنا عم بطبخ بالمايكروويف اللي عم بيصير إنه هالذبذبات اللي بعتها المايكروويف بتفوت على المي اللي هو بقلب الأكلة، فبتسخن الأكلة من جوا لبرا، فهيك بتكون عم تسخن كمان بوقت أقل. فإذا هون كمان هالشي حافظ على المواد الغذائية اللي فيها. فهون عم تلاحظوا انه المايكروويف عم تخلينا نحافظ على المواد الغذائيه. طبعا نحن اذا كمان عملنا الطبخ من خلال الستيمينج او الطريقه اللي هي ما بنحط فيها مي بس على البخار، كمان هالشيء كثير كثير منيح وفي حافظ على المواد الغذائيه. واخيرا بهيدي الخبريه بدي اقول لكم، حتى لو شوي فقدت الخضره اذا نحن عم نطبخها بعض المواد الغذائيه، ولكن بدي اياكم تاكلوها بحيالله طريقه انطبخت فيها. من هون ما بدي عوق لبلش بالخبرية اللي اليوم بدي أحكي عنها الأساسية، اللي هي مثل ما وعدتكم عن العنب، قشرة العنب وبذرة العنب. مثل ما بنعرف نحن العنب أهميته بأنه بيحتوي مادة الريزفيراترول اللي هي بنعرف قديش هي حامية بتحمي الجسم. وبنفس الوقت اللي بدنا نعرفه أنه في كتير من المواد مثل هو الكويرسيثين اللي هي موجودة كمان بالعنب، وكمان البرو أنتوسانين. هولي المواد اللي عم بحكي عنهم هن موجودين أكثر بقشرة العنب وبذرة العنب. والقشرة طبعا كل ما كانت حمراء كل ما نحن هالمواد اللي أنا قلت عنهم بتكون ظاهرة ومبينة أكثر. فهون اللي بدنا نقوله انه اذا انا باكل مقارنه العنب الابيض بالعنب الاحمر، رح اقول لكم انه اكيد العنب الاحمر هو مفيد اكثر من العنب الابيض. اذا انتم عم تفتشوا على العنب اللي هو بلا بذر، واكثر شيء انا يعني كل ما احضر هذا الموضوع لاحكيه بتذكر اولادي هن وصغار كانوا طبعا يطلبوا انه بليز اشري لنا العنب او قصيه وشيل البذر منه. وأنا كنت أقول لهم قديش أهمية أنه ناكله مع البذر، خصوصا إذا نحن قرقشنا البذرة. فهول المواد الغذائية هي مركزة أكثر بالقشرة، خصوصا العنب الأحمر وبالبذرة.
وهون في عدة أبحاث انعملت وأنا رح أحكي عنها. فمن الأبحاث اللي انعملت بيّن أهمية العنب، وخصوصاً برجع بقول اللي بدي أحكي عنه اليوم، القشرة والبذرة بالعنب الأحمر، تبين أنه هو بحافظ على الوزن، لأنه المواد الغذائية اللي فيه والموانع التأكسد اللي فيه الفايتوكيميكلز اللي نحن بنقول لهم، بيّن أنه هن عم يحدوا من إفراز الجسم بالأديبوز سيلز، يعني بالخلايا اللي هي خلايا الدهنية، فبيحدوا من قديش الخلايا الدهنية عم تكون عم تجمع دهن، فهذا شيء بيساعد على المحافظة على الوزن. ولكن أكيد دايماً بحكي على الكمية المطلوبة، فإذا الحصة وقت أحكي عن العنب، الحصة هي بين 10 إلى 15 حبة حسب كبر حبة العنب، وهيدي بعتبرها حصة فواكه هون. فإذا هون بينا كيف هالمواد اللي عم نحكي عنها حافظت على إنه نحن ما يكون في دهنيات زيادة من الجسم. من شغلة تانية كمان، وهي من أهم الأشياء، احكي على المواد اللي هن بيحموا الشرايين. فإذا العنب بيحمي شرايين القلب، وكتير كتير من الدراسات اللي بيّنت الكويرسيتين اللي هو مثل ما قلنا موجود مركز أكتر بالقشرة والبذرة، هو عم يقوي هيدي الشرايين. وبنفس الوقت في دراسات بيّنت قد هو بيعلي الكوليسترول الجيد، دراسات تانية بيّنت قديش هو بيوطي الكوليسترول العاطل أو LDL. فإذن هون قديش في حماية للقلب. ناحية ثالثة بدي أحكي عنها قديش في حماية ضد مرض الألزايمر، طبعاً لأنه عم نحكي هون على موانع التأكسد. وطبعاً مثل ما دايماً بذكركم أنه حيلا مادة هي بتحمي القلب وبتحمي الشرايين، هون صار عنا الدم عم يمشي بطريقة صحية أكتر، فهالشي كتير منيح ومغذي للدماغ، وهالشي بيحمي من مرض الألزايمر. هلأ بعد في كتير حسنات هون منا لمريض السكري، ما بدي تخافوا كتير من السكر اللي هو موجود بالعنب. صحيح في سكر موجود ونحن لازم ناكله بالكمية اللي أنا حكيت عنها، ولكن كمان تبين أنه نحن وقت نكون عم ناخد العنب، المواد مثل اللي عم بحكي عنها بالعنب، هذه مواد كمان خلت السكر على مهله يروح من المصران للدم. ونحن بنعرف طبعا وقت تدفق السكر يكون على مهله عم يروح على الدم، هذا الشيء بيساعد انه ما يعلي السكر بسرعه. وطبعا هو مريض السكري بنحكي عن تايب 2 دايابيتيك، فيكون عم يستفيد من تناول العنب. هون بدي ارجع انتقل وبدي حلقتي هيك تكون كنا عم بختمها بشيء مهضوم اللي هو له علاقه بالنبيد. لكن نحن وقت عم نحكي عن النبيد، اول شغله بدي اقولها انه عم نحكي نحن على الكحول، وبنعرف نحن زياده الكحول هي او الاكثار منه ابدا شغله منا صحيه، اذا كان نبيد او غير نبيد، هيدا واحد. ولكن تبين انه اذا نحن شربنا كيس نبيد بالنهار، وخصوصا النبيد الأحمر، طبعاً كل هالصفات اللي أنا عم بحكي عنها بالعنب وقشرة العنب والبذرة اللي هي كمان محطوطين بقلب هيدا النبيد الأحمر، هي بتكون عم تنفعنا. فإذاً له منفعة، له منفعة لحماية القلب. إذا بدي أقارن النبيد الأحمر بالأبيض، في عندي النبيد الأحمر في منفعة 80% أكتر من النبيد الأبيض بهالناحية. كمان بدي أحكي هون أنه بدي نبه أنه اللي عم يشرب بده ياخد هالحسنات العنب من خلال النبيد. كمان النبيد في مادة بتنحط له هو السلفايدز، حتى يكونوا طبعا عم يحموه من الجراثيم وإلى آخره، وفي ناس عندهم حساسية على هالسلفايدز، فإذا هون مشان هيك بيطلع عندهم بركي حبوب، بركي بيعبقوا كتير كمان، ومعقول هالشي كمان يضايقهم بالتنفس. فإذا هون أكيد برجع بقول انه احسننا كثير ناخذ العنب من خلال تناوله اكثر من انه نكون عم ناخده من خلال شرب النبيد. وبدي ارجع كمان احكي هون على موضوع ثاني، انه في عندنا كل هال
النكهات اللي هي موجودة بالنبيد هي نكهات في أوقات نحن ما بنعرف شو هي، مشان هيك في ناس يكون عندهم حساسية تجاهها، فهول الأشخاص بده يكونوا عم ينتبهوا. وأخيرا بالنسبة للنبيد، طبعا نحن عم نحكي على النبيد اللي هو وقتها يكون تنتبهوا أنه النبيد هو أغلى، هيدا نبيد أكتر الخصائص العنب بدها تكون موجودة فيه. فإذا بدكم تاخدوا بليز خدوا نبيد الأحمر مش الأبيض، إذا بدكم تاخدوا نبيد كون تاخدوا بكمية قليلة، وأكيد الأفضل والأفضل ناكل العنب مثل ما هو. اليوم كانت هيدي خبرتي لكم، وأكيد أنا بشوفكم بكرة وبتمنى لكم نهار مبارك.